يا سلام على اللازانيا وريحتها الجميلة اللي تفتح النفس، تحفة. أحب أقول لكم طريقتها سهلة جدا، يعني اللي عجبه الفيديو ده يخش يعمل متابعة ويفعل الجرس يجيله كل جديد. يلا بينا بقى نسمي الله ونشوفوا الطريقة ازاي. مساء الخير عليكم، مساء الخير على كل مشاهديني ومتابعيني. النهاردة هنعمل لازانيا. انا دلوقتي عملت ايه؟ عملت العصاج بالتومة وملح وفلفل اسود، تمام، بصل، تومة، ملح، فلفل اسود، وعلى اللحمة. وهنا الصلصة بالبصلة، حمرها البصلة وحطيت الصلصة وحط عليها قرفة حبة صغيرين كده، مش نص معلقة، اقل من نص معلقة بكتير، وحطيت جوز الطيبة وملح وفلفل اسود، وبتسبك. هحط كله على بعض اهو، تمام. لسه هنعمل بقى البشاميل ونسلق اللازانيا. اللازانيا انا جايباها جاهزة، العلبة دي جايباها جاهزة، هي ممكن تتعمل في البيت بس بتاخد وقت كتير. دلوقتي بعد ما خلاص هطفي النار برجع لكم تاني لما اجي اسلق اللازانيا. هنا الحلة دي حطيت فيها مية تغلي عشان هسلق اللازانيا، مش هسلقها يعني، يا دوبك بتتغطس كده في المية السخنة واطلعها. حاطة فيها ملح، والحلة دي فيها سمنة وهنعمل بشاميل فيها. هنحط الدقيق، البشاميل بيكون خفيف بقى غير البشاميل بتاع المكرونة، البشاميل ده بيبقى خفيف، تعملي طبقات. تمام، تتحمر شوية وهنحط اللبن. خليكم معايا، هنا اتحمرت شوية الدقيق بالسمنة، هنحط اللبن دلوقتي. نقلبها لحد ما تدوب عشان ما يبقاش في حاجة مكلكعة. وهنا المية لسه ما سخنتش، اللازانيا هنسلقها بالطريقة دي في المية دي. ارجع لكم تاني كده. انا رفعتها شوية من على النار عشان اقلبها كويس، حطيت عليها ملح وجوز الطيب، وهنحط عليها جبنة. برفعها من على النار ليه؟ عشان تعرفي تقلبيها كويس ومفيش حاجة تبقى مكلكعة. ادي الجبنة، جبنة اي جبنة مثلث، الجبنة الشيدر وجبنة الموتزاريلا حطي فيها. كده نحط الجبنة الموتزاريلا. تتخن معاكي خلاص، تبقى يعني مش تتخن قوي، تبقى حلوة معاكي مظبوط. تمام كده خلاص، المية بدأت تغلي، هنسقط هنا المكرونة بعكس بعض كده، بالعكس عشان ما يلزقوش في بعض. تمام، انا حاطه ملح هنا. عايزه اقلبها كتير، نحطهم بعكس بعض. تمام، ليه بحطهم بعكس بعض؟ ممكن تلزق، فبعكس بعض تقدري تشيليها. وهنا خلاص اتحطت عليها الجبنه المثلثات، المكرونه، الجبنه الموتزاريلا، وخلاص بقت السمك ده حلو جدا.
خلاص احنا كده حضرنا البايركس، يعني بنسلق ونطلع على طول المكرونه تترص، ما بتاخدش وقت. تمام، اول ما ارص هرجع لكم تاني، مش عايزه الفيديو يطول. كده احنا حطينا هنا طبقه من البشاميل والمكرونه بدات هي تطلع، بتتحط على طول، ما بتطلعش بره، بتستنى عشان بتبقى تلزق، تترص بقى رصه. اول طبقه، على فكره بنتي هي اللي بتعمل، انا اللي بساعدها النهارده، مش هي اللي بتساعدني، انا اللي بساعدها. لسه في تحت حلاوة المكرونة بقى، دي بتتسلق وتطلع تتحط على طول. حط بقى طبقة اللحمة، هتشوفوا معانا، ارجع لكم تاني. هنا اتحطت اول طبقة، هنحط اللحمة بقى الطريقه دي، وبرده انا بسلق المكرونه. التومه في قلب في العصاج بتخلي ريحه العصاج وطعم العصاج جميل جدا. خلص وارجع لكم تاني. خلاص كده عملنا طبقتين، حط الجبنة بقى المبشورة اللي هي شيدر. تقريبا كده هتعمل اربع العلبة دي بتعمل اربع طبقات في البايركس ده، ممكن لو في صينية كبيرة يعني تعمل طبقتين او ثلاثة حسب الصينية. تمام كده، ارجع لكم تاني. جينا بقى لاخر طبقة، المكرونة دي بتتباع في الهايبر الكبير، في محلات، يعني في محلات اي محل من الكبار. عشان بتلزق، تعالي طلعيها انت، بتروح وتيجي. كده خلاص الطبقات كلها، حط بقى البشاميل في الاخر خالص. تمام، الصوص بتاع اللحمة ده في ايطاليا اللي هو ليه اسم بس انا مش قادرة اتذكر اسمه، بولونيز، اسمه بولونيز، مشهور في ايطاليا جدا بالطريقه دي، بيحطوه على المكرونه الاسباجيتي او اي مكرونه عندهم، هم مشهورين بالمكرونه بس بيعملوا الصوص ده. تمام، نحط بقى من فوق الوش الجبنه،
حطش جبنة ايه. هنا خلاص ضربت بيضة بملح وفلفل اسود احطها على الوش قبل ما احط اي جبنة. تمام، حط بقى الجبنات على الوش وبعد كده على الفرن عدل. حط جبنة تاني، حاجة تاني، خلاص بكده بقى على الفرن. شوفوها في النهاية ان شاء الله. بكده اللازانيا طلعت من الفرن بشكلها وريحتها الجميلة تحفة، ريحتها ما اقولكمش يعني بالالف هنا. اتمنى تجربوها بالطريقة دي، حلوة جدا، سهلة مش متعبة، بس لازم حد يخدم معاكي. واقولكم الى اللقاء في فيديو جديد في مطبخ ماما سوسو. باي باي.